الثانية أنا أذكر وإنا صغيرين لين جينا في عزيمة وتعشوا الناس ولا تغدوا وخلصوا خلوا الشباب اللي كبروا محمد يمسكون معهم الطيب وناس يمسكون عطر فدور هذا عطره وش زينه مرة يعني يصك في الرأس وناس يصير معهم حق عود أسنان وناس معهم فوطة جميل. فوطة وش يسوي ليخلصوا الناس ما في مناديل مثل الحين يجون لين غسلوا بصابون والتغسيل الصابون اللي معروف مو بالصابون اللي زينا هذا اللي سايل يجي تايد صابون تايد يحطونه في معينات صغيرة يغسلون فيه ولا ممسك اللي هو كامي ولا لوكس ولا اللي لا كانوا شلون يجي يغسلون هذا الصابون الفرط تلقاه يبليده ثم يروح للصحن يغطه ثم يمسكه ما هو وحار هو اصلا للملابس هالصابون لكنه حار حار قوي يعني الواحد اللي غسل فيه وجهه يعني غسل كذا براطمه وجهه قام يبرقون صار لنا مضاف معه مبيض صح انت داري في بعض الناس يفرش اسنانه فيه وناس عارف انه يغسل شعره بهالصابون اللي غسل به ثياب وكنابل مطارح ولا جاهم شيء نبت والحين جتني حبه جتني ما ادري وش بعد هذه جتني كذا ما درى ما لحقوا كل شيء ما لحقوا ما خلينا شيء ما سويناه واحد يسالني يقول ما شاء الله شعرك وانت وش تستخدم قلت ابو 3 ريال الحمر صار الحين باربعه كل شيء غلا الا ذاك الشامبو نعم عرفت ذاك هذا يغسلون يا شيخ هذا يغسلون فيه بشوت يغسلون بشوت ويغسلون فيه شغل انت تعرفه يا محمد ولا ما تعرفه الشامبو الحمر هذه عقب ايامي ذي قبل ايامي قبل الغزو اكبر يا ايامي يا دلع يا دلع بعد زي ما قبل زي ما قال قبل ماي داي الله يعين